اليوم نسعى من خلال انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، ونحن اليوم في دورتها السابعة في عمان، وتمخض عنها توقيع 14 وثيقة ما بين الجانبين الأردني والفلسطيني، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، مجالات التعاون الشبابي، الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، التبادل التجاري، الدعم اللوجستي، تسهيل انسيابية وحركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ. واستعرضنا مع الجانب الفلسطيني خططنا الرامية لتطوير منطقة جسر الملك حسين لتستطيع أن تستوعب أكثر تنامي وتزايد في التبادل التجاري الذي ارتفع في العام 2023 بنسبة 20%. تحيات السيد الرئيس محمود عباس لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني على العلاقة المتميزة وعلى الدعم المستمر اللي تقدم المملكة لشعب فلسطين ودولة فلسطين، وفي كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني، على كل المستويات. لا شك بأنه الأردن تقدم الكثير لشعبنا الفلسطيني وأبناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي وجب التقدير والشكر، وقدمنا هذا الشكر باسم السيد الرئيس. لكن أيضا يعني راجعنا موضوع ملف العلاقات الثنائية اللي فعلا اتوج بتوقيع 14 اتفاقية تغطي مساحة كبيرة من العلاقات المشتركة، وإن شاء الله من خلال توقيع هذه الاتفاقيات سنستطيع أن ننتقل بمستوى العلاقة إلى مستوى جديد، ومن خلال ما تم الاتفاق عليه ومن خلال الآليات التي تم وضعها من أجل متابعة التنفيذ سنحقق مزيد من النجاح فوق النجاح الذي حققه في السنوات الماضية. الجهود الإغاثية، جهود وقف إطلاق النار، الجهود الاقتصادية والجهود السياسية أيضا، بحيث أنه إن شاء الله أحلامنا المشتركة وأهدافنا المشتركة في إغاثة شعبنا، الحفاظ على مقدساته والرعاية الهاشمية لهذه المقدسات، الدعم التي تقدم الأردن المشكور جدا من خلاله وبمساعدته إنجاز الإنجاز الأكبر اللي كلنا بنسعى له، وهو الإنجاز الوطني في تحقيق الدولة والسيادة وعاصمتها القدس.